بعد شاقسة حلوان محمد أبيب مقعيسو سطحان حلوان محمد أبيب مقعيسو سطحان سطحان محمد أبيب هاي محمد أبيب والله واللغضي واللغة مقعس بعد شاقسة وسير كيو غوري ماليه تقبط حلك ماليه ده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كل تو عنا ونكسن الى هانتين بداوديال هلكن واد الفيش كما حبنان ري تي في هاتنا وحين سو غادني مركله وقتيه انو برتين ان ادي سو تبينو برامج كني سؤال رمضان تا وان كو ويدين دونو تدوينها كنول مغانده بورما برامج كما تو حسي غارو مال غلينيسا شركة رمض إلكترونيكس ويسوغو جيرتا صدح قيبوت هانقاد إلكترونيكس وات كيلي كرتو أقب كالتليفون ندا إياد ماوحي إلكترونيكس سيدة تلاجدها إياد ويليبنا يويدي بيبي كير وإياد نوات كيلي كرتو قلب كالنوعيدي قد بيي حق التليفون ندا سيدة وكالد ماوحي سوبر ماركت لوغة بحنا كمان مغنو الأقوه الرين كسودي واده موقال كوبانو كسابسن رمض إلكترونيكس نمعي قلت زاهدي ويني قولي يا نابت بدن الله يو كارسي نبيقي الله يو كارسي نبيقي الله يو حبين قلي ميل قوانا حداد قريات كوادو بعنان كيد الحين استاكتو إركونا قودل كوغو بلابو كوفاعيو ديبي أسقودو كارباليس كتو سيايو توكسا لقبوت سداي عنيقا نبي قواقو عيقي كارسي نبيقي الله يو كارسي نبيقي الله يو نمعي قلت زاهدي ويني قولي يا نابت بدن الله يو كارسي نبيقي الله يو كارسي نبيقي الله يو عنيقو نبيقى عانوكو ايو انتاو قو علينا ايو انا نركقو بيايو waata hayda wadayaalintaas waxay noogu dhann muqaal yar oo kooban oo ku saxabsan Ramad waa supermarketka markan waxa ay joogay daawadihii ugu horeeyay oo ka qayb qaadan doona maanta barnaamijkani 2344 taas iyo 4 taa number mid dooro way oo horeeyaa ha deelbaradaas maxaa ku qoran waa 2344 aad u mid dooro 2344 ha mid uu ka dooro kooda doortay way yahay dad duudina waxaad u sheegtaa magacaaga markii hore magacayga Xuseen Cabdiraxmaan Xuseen Guuleed baa la leeyahay haye degan Boorama Boorama degan isla sanad degana waxaan deganayay adoo dhowriyo 20 sano dhowriyo 20 sano weeye su'aashana doortay su'aasha koobad waa su'aashi ma ta meesha ma ugu fududayn weey waa su'aasha intii su'aalaan meesha ku haynay waa su'aashi ugu fududayn weey su'aasha waxa la yahay haduu garan waayo su'aal kale uu garan lahaa ma jirto way walaal su'aasha waxa ku leedahay nimba magciisa lagu weydiinaya way ninka magciisa la magciisa saddexan baa laga rabaa way laba magac oo kamidana waa lagu sheegayaa waa saddexayna sawnaadu way fudaydka inta leey ka waran aad uu fudan aad uu fududah waxaad sheegaysa xilbaal maxamed abiib magciisa saddexan xilbaal maxamed abiib magciiso saddexan saddexayn maxamed abiib haye maxamed abiib walaay way walaqday walaqa magacaas adiyad dad ma saddexay taageerowin baba xildhibaankan ugu jecel la weeyaan gobolka awdal iyo somaliland oo dhanba weeye laguna gafay maalintii dhaweeyay aan dhageysanaynay jananka ciidanka booliska haysta waa gartay arriga aan aad ugu wada xunahay reebuurama hadaan nahay si fiican marka el maxal laakiin magaciisa waa halkaas isaga halkaas aad ku jirtay laakiin taageerisa koobad baan weeyahay waxaan rajaynayaa in isaga laftirkiisu aw ku daawan doono barnaamijkani markan la arko hore magaca shaqabi baadan ibraahim
شيخ حبيبه ما في عنده هذه آه اظن برنامج شنو انا هره موقع قيب قاد مي ما تهدبا سؤال با كويتين دونا حدات كقوليستان وحكو سين دونا ان شاء الله ابا المرينة انو كسو قادني السوبر ماركت كرمت ان شاء الله السؤال شنو با حويا لمبر لبا لمبر صدح يا لمبر افرمي دورا لمبر واحد دورانا يا صدح لمبر صدح با دورانا يا صح سؤال شكو صبح ذي سؤال ديني سؤالات ديني كسيس كتير وسر ما هي تعيش نوح كل هذا واحد نوشك تاع كورتي ولا عدى قال كيو حد واحد هاي سونكا برتغيز تضبيطه الشيخ ولا عالم تقال كيو حد كور مو داعي صوم مش صوم مش رمضان مو داعي تضبيطه من كي تضبيطه من كي وحنا مرينا يا إنك سوى كلو قالي أذكر خلطيس وادي يد ويدي يد يدنا مارون هذا قلت يا بدر بيت هس بدر بيت هات شكتي شو بتيد تنا صغيرة 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 يا صغيرة إيه بسنة تكون بمهمة سنة تكون أنا صغيرة مين هيلا شوال مش يا سنة كفرات بيت هاي شوال مين هيلا سنة مش أفراد سنة كي مش أفراد جريده انا بيش معها سنتك سنتك سنتي بيش سنتي العبد سنتي العبد جريده اه الشيخ مبتا اساسا وضم انا سمهت ما يا اه وي مره كلا كو رجينيا ان اد كو غوليسات سوشا هدي لهي دا ها ان مره وها كا قيب قادنيا قال ال طاودهن دوميا محمد حاشون وكسودو مرك وقور سمك هذا العبدي شو يدو ما نضوكت هذا العبدي وي هذا العبدو ولي سؤالك فايدين سكمين لانكلين واحد لقاربا لمبر لبايا لمبر افر ميت دولة لمبر افر لمبر افر وي هي هل كان مركز برنامج نوع عن وكلاء هرم هو سوق يبقى تور نيو هو سوق يبقى هذا وي ها سؤالش نمبر افر وسؤال هذه يا ذو الدبيا مقالة ذو ودنا لتشوكتا وحاسو عرويني وحاسو سوبر ماركت هنا نولك ويكفري وحد داوض ياشا اوتل مانتا هل كو كي يالو رمت سوبر ماركت كابا سوبر ماركت بارما كرني كيال امسا سوبر ماركت بارت بغالو كيال ام تيرابم تيرابم له مر غار رمضان كو كيال سو سيرفيس ها وي ادي اد بو محتسن يحي داوودياشا ما تو حياك جوج اسغنا دكتوركي كوره مغاغا ددك او شه او خضر علي محمد خضر علي محمد دكتور عيرو مر كان اسغا وا سؤال ان كو قسبنا هي وايو وسكشن كي هوري وا كو لبا صدح افر نمبر 2 مركاي نو سو حداي نمبر 2 كليا اياد كو قسبنا ان كو ويدينو مر هوري مو سو قيب قاتي سؤاله صدح سنه ورت دد سؤال ويديزون مالي ما انا غو ادي غو ابراهيم سؤالي ما حسوسته قول الله وي قول لي الله رمضان كل صدحات كل صدحات بيضاء اه يا بريغا بان مريت بخيني اديك لفتي هاي واحد كان بوها ما دي شيكتو كان بوها هو كجواب سؤال شو ريبه وي هي هو غرتي هي هو غرتي ما ترى هدبا يمك هدي اد غرتو اه اما المرينا كسو قادي رمض سوبر ماركت اه ولي بنا يعني اي كسو هرجيتو حنقات اه الكترونكس الكترونيك اه دينا عكله اي وي دي بيبي كار oo dhamaan agabka yaacni telefoonada qasaaladaha loogu tagayo abaal maritay maanta bixinaysaad ku guuleysanaysaa sax su'aashani waxay ku leedahay toos waxay ku weydiin ku leedahay waxaad sheegtaa mid wasiirki maaliyadda ee xukuumadii ciigaal ee ciigaal hadii si kale loo dhigo doornibay hayna waqti ma hay wasiirki maaliyadda ugu horeeyay ee awdalka soo jeeda ee awdalka soo jeeda wuxuu aha galbeedi allah naxariis maxamed abdii galbeedi wuxuu aha maxamed abdii galbeedi ma sha allah waa saaxib wuxuu aha wasiirkii maaliyadda ugu horeeyay ee Soomaaliland xilka ka qabta ha maxamed abdii galbeedi waa gobolka awda aad iyo aad uu ku guuleystay aan cirro su'aashaasi marka waxaan ku doosineyna abaalmarin aanu ka soo qaadnay Ramad supermarket daawadayaasha maxaa leedahay daawadayaasha maxaa leedahay halka ka soo wada jawaabaha iyo su'aalaha hadii la haydaa waa sax waa yahay waa yadi waa okay baa aadiyad baad ma taa hayaa waxa tahay marka waa su'aal ka faa'iideysiya sax horta ma ardaybaad ardaybaana waye su'aashani waa xawey waa su'aal ka faa'iideysiya su'aashaasi waxay ku leedahay waxaad noo sheegtaa
goortii uu dhacay dagaalkii Uxud? Sanadii 7-aad ee Hijriyada. Sanadii 7-aad ee Hijriyada. Saxmahubta. Ha. Waa ku kalsoontahay Soomaa? Si fiican. Weeyey, hore barnaamijna aanu uga soo qayb qaadatay. May. Weey, su'aashan markii ugu horeysay waad ku guuldareysatay, laakiin waxa ku rajaynayaa marka dambe inaad hadii la yiraahdo aad garan doonto. Waxaan ku weydiiyaa su'aalaha ka faa'iidaysiga. Marka waad maqlaysay Soomaa? May tan maaha. Bannaankaad kaga soo shaqaysay? May. Kuwii kalaba dee, kuwii kalaba. Waad maqlaysay? May. Ma maqlayn. Haddaad maqlaysay waa ka boodayaa, waxaan tagayaa su'aasha shanaad. May. Ma maqlayn. Weeyey. Boor may tagin leeg ma joogtay? Maaniga. Aan dhowr iyo soddon sano. Dhowriya? Soddon sano. Dhowriya soddon sano. Weeyey. Magacaaga dadweynaha u sheeg. Magacaagu waa Mustafa Sheekh Aadan Xasan. Weeyey. Mustafa? Sheekh Aadan Xasan. Sheekh Aadan Xasan. Mustafa. Daawadayaashayna daawanaya waxaad u tilmaantaa halka ay ku taalo meherada Ramad Supermarket. Meherada Supermarket Ramad Supermarket waxay ku taalaa guriga Xaamid Jibriil halkii hore Afrika Online toori ahaan jirtay ee suuqa Doqonka ka soo horjeedka Eelo ayaa ku taalaa Ramad Supermarket. Ay. Ku celi caadi ugu celi si fiican baad waad soo dhaweyd oo soo dhowdhowday. Waxay ku taalaa Ramad Supermarket waxa ka soo horjeeda suuqa Doqonka. Waxa ay ku taalaa muxuu ahaa halka Eelo imiga laga kareysto basaska laga raaco Sheekh Cali. Waxaan ugu taalaa guriga Xaamid Jibriil. Halka Afrika Online tahay hore ku jirtay. Systemka Afrika Online tahay hore lagu isticmaali jiray leemaka iyo waxaas. Ayaa ku jirtay. Waliba dhowr hore halka ku jiray. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Daawada Ramad Supermarket waad ka heli karto qaybaha kala duwan ee xagga telefoonada noocyadii ugu dambeeyay Apple iyo Samsung intaba iyo welibana hanaqaad electronics oo ka soo horjeeda oo aad ka heli karto adeegyada mataqaana ee talaagadaha iyo qasaaladaha iyo dhamaatood. Marka waxaan gudoosin doonaa abaalmarin aanu ka soo qaadnay Ramad Supermarket. Waayahay markana waxa ay eeg joogaa mid kale oo ka mid ah asxaabtaydii aan class mate-ka diyaar mari macaatri maasha ma duu khashmad maxal isweydiin horta horta wax su'aalo ma isweydiinaya anaa ugu tala galay maanta inaan kidis kaaga dhigo maadaama deega soo horbaxday maxamed cabdi sultaan dadka u sheeg magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed cabdi sultaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ninkan i wareysanayaana waa ibraahim sheekh cabdilaah ibraahim waa glass mate-kaygii ku soo dhawaada markaad waxaad weydiinaysaa su'aalaha maanta waxaan ku weydiinay la su'aal ayay intaana ku weydiin horta barnaamij noocan hore ma uga qayb qaadatay wani barnaamijyo noocan oo kale way ugu yar yihiin inta badan waan iska garmaraayo anaana mikrofoon ku soo leexan waxaad markaa uga baqdaa inaad garan weydiin maya kini oo kama baqee macalimiin baynu noo macalimiinta waxaa ka baqaan inay garan weydiin maya kolay macalimiin baan nahayo buuq baan ku dhex jirnaayo de intaan suuqa joognana waxoogaa waa intaan naslimada lagu yar jiro weyaan waa run ee la yar nasanayo waa run markaa mikrofoonka oo laga yar nasanayo waxaan ku leeyahay aniguba saddex goor waan garan waaye maanta hadda garan wad waxba dhibba leh muhiimadiisa waxa weeyaan inaan tara garanno su'aal diiniya may su'aashan waa su'aal ka baxsan su'aalihii laga faa'iidaysanayay waa su'aal horeyna loo gartay su'aashan waxa kulada waxaad sheegaysaa wasiirkii ugu horeeyay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland xilkaa qabtaa ka soo jeeda gobolka awda wasiirkii maaliyadda wasiir maaliyadeed oo xilka Soomaaliland ka qabtaa oo ka soo jeeda gobolka awda kii ugu horeeyay wani wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadda ma waxa weeyaan baalkii horta da intaan garanay wasiiradan horta riya awdal wasaaradda xiriirka golayaasha iyo bad garan horta xiriirka golayaasha iyo beeraha iyo caafimaadka iyo qorsheynta iyo gan ay maxay ahaayeen ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda inta badan laga ilaaliyo riya awdal iyo ku yiraahdo laga ilaaliyo ma baqsa wasaaradda ma baqta amade wasaarad maaliyadeed iyo qaban kara anuu deynta anuu ma arag wasiir maaliyadeed oo riya awdal laakiin wasaaradda kala wanaag ay shaqo raayno wasiir maaliyadeed iyo madaxweynaba ay kama hor joogto xaq u leeyihiin de constitution xaq u leeyihiin wasaaradda maaliyadda ibraahim wasaaradda maaliyadda inuu ma baqanaba waa la naga ilaaliyaa alaasi waa su'aasha jawaabteedi waad garaweyd hadda ku bedelo waxay noqonaysaa inaan dadka kaaga xido oo kala smiidkiisa loo dhadi marka waxa rajaynayaa abaalmarintan cid kale aan uga faa'iideeyo markana waxa ay joogaa nin kale oo aweydiid yaa soo weydii labada masaajidka waayahay markana waxa halkan ay joogaa mid ka mid ah asxaabta ka qayb galisa barnaamijka magaca yaala Nuur Yacaynaan arday baad
أرضي بانهاي. حكيت قطع. عندك تشا عد عمود. عمود كليتي. بزنس. بزنس. في المنطقة لا. سبيشاليست كأقول لهم فيها. بزنس مرش استوي. مرشك ما تعرف. وعي. سنة كم صار؟ سنة كيلات بقتل. وعي. مركب واحد كويتي ليه هذيك سواش شنات. أو عصير ده كروك بحضر ولا تسيتيه ده. سواش الواحد كله ضحي. رسول الله تربي البرنامج شنو علمت قصة قبل قالت. وعي. سواش حكوا له ده واحد شكتان. مدحويني يقول ريا مريكن كا حلك صوقت مدحويني يقول ريا مريكن كا قصان سياسة لا نسكي في عيني سبورت حاجة سبورت سياسة ما هو مقع شخصي مدحويني هروس مريكن كا رعرع سياسة شغية مدحويني يقول ريا سومالي سومالي متقرنس والله غير هو ده تكون كفاية دي مدحويني يقول ريا سومالي عقال بها سيلتها مدحويني يقول ريا سومالي بنت قرنين لنبا عبد الرشيد كي عبد الرشيد كي سيئة سومالي شريم عقال بها سيلتها عقال ما حد تأوير كاذي حقه سواش حتى حقه دي بنت لك قصة شقين مدحويني يقول ريا سومالي سامري ايوه مدحويني يقول ريا سومالي سامري خلق اير لي وحو أها ويه مين كان لهرت عقال ما هي لكن مركز حق رويدو عيال برتا إمي كانت صبر دون تدير إيران لكن أنا قو سواشة وح كوكو بدل له عندي تيو كيو قو ريم ريك كهديات يعني ألقى ديك كوكو ليستو ها مركنا سواشة لبس ولد ما إنه هري حق كفاية سجع مركا كان مقع عايشك عمر عبد يادن عمر عبد يادن بيك شو واحد شعله هاي إن عمر عبد يادن أضيشك تو النادي بكورو يهي البرنامج نوع أنا هرم وقفي بش ها كورم هاي بدر هذا هلا بس ولا كور أيه كويتي ضد حاجة تلزم مش جمعة حل كويتي هاي وحبل اللي جاله حاجة حورا خص حبس حورا 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 ها آه ما قيمه هو ده قيله يا علي يا ها يا ما ما على بده هو ده سلود لود قلده ده ها سلود قلده ها مركز دقيل دقته نواضح ها سؤال شو سؤال كفايديسي يا كجوابي كودي سؤال شن وسؤالات كفايديسي نس واحد شيء قصة وسير كيو جور يا مالية تقبط حلك مالية تا هذا الدولة أنا حاشا أصلي هذا الدين تيا حاشا هي الواحد شيء قصة ده قال كيو هت جورتي وداعي تعرف لا وداعي جريا وقت يا وداعي وقت وداعي خمسة قال بقضية بتقال كيو هت ما خمسة قال بقضية لكن لما تجد انك 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 الهرم هو قاعد قاعد تبرم شنو على؟ ما هو مركي كوب هذا؟ مركي كوجو الرئيس. وحبا مركي هذا بعد ثمن هدية قرو وإذا مركي كوجو الرئيس ال أتكو قلت الرئيس طبعا. سؤال شو سؤال كفايدين سيا وحين كل هذا واحد شكتا. ماذا حويني هو جو الرئيس ده الكمريك هنكا حلك سوق قبته. أيات سيا سامك عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم هدية سؤال شو اسكت ضيوم ماذا حويني هو جو الرئيس ده الكمريك هنكا. جورج واشنطن بوها. بهوها جورج واشنطن جورج واشنطن وي هي ال مكوكل صوت هاي اللي جوابت الصحه ومكوكل صوت هاي بقول كيف بقول واغرتي و كغوليستي بلدي و نوغه فايده كره لكن مدحيني لبادي كي صدحات بل انه شي كره ماي هاري ترومان هاري ترومان بتقال كل هذا دري كم بو انت عبيري مرقا و انت جورج واشنطن طبعا ونك هو عاصن حدي لو دنيا حقا او غوريي مركا ادي اد بدو ماتسنت هي مركا واخا كسيننا ابال مرينا انو كسو قادني رمت سوبر ماركت او اد كهلي كرتو دمان با علابها لوغه باهن ياي سوبر ماركت يدا iyo waxa kale oo ka soo horjeeda xanaaqada electronics haga qasaaladaha in telefoonada in sheegma taqaala dhamaan agabka ku shaqeeya electronics kooda marka waxaad naga gudoontaa abaalmaritaanu ka soo qaadnay ramad waxaad leedahay bulshada ugu baqsa bulshada waxaan leeyahay su'aalaha laga faa'iideysto xanaa la isku dayo haddii aad garan weydo ceeb ma aha
mid kale radio tv na waxaan soo jeedinaya su'aalaha waa in loo badiyo xagga diiniga maadiga hal reebo ma lihi laakiin xagga diiniga si ay dadku diintooda u bartaan assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeeyay laakiin su'aashani dhinaca baraha bulshada facebook iyo youtube ka waxaad ku soo reebaysaa waxaan u tixgelin doonaa qofka xagga waqtiga ku soo hormara waxaad soo sheegaysaa magaca xildhibaan maxamed abiib ee saddexaad ee soo raaca oo ka qayb qaatay ugu horeeyay garan waayay marka maxamed abiib waa kuu sheegay magacii saddexaad baa kaa dhiman intaanbaad soo raacinaysaa su'aashay maanta dhinaca baraha bulshaduna waa taa guud ahaana barnaamijkeennii maanta oo si gaar a u maalgelisay ramad supermarket iyo welibana hanaqaad electronics dhammaanteed waxaan ku soo gebagabaynaynaa intaasi tan iyo intaynu dib u kulmi doonno barnaamijka la mid ah inta ka hore sayid ilaanti baa waxaa ku sii dhaafaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh nimciye gallad zaahadi weyne kuuliya nabad badan allahayo gaarsi nabigiyey allahayo gaarsi nabigiyey allahayo habeen galay meel gawaana haddaad giri aad ku aaddo bacanaankeeda lahayn istaagto cirkuna godal kugu bilaabo kuufaaciyo dhibic asqawdo gaarbaa laysku toosiyaayo dugsa la gaboodsadaaye aniga nebigu waa go'ayge gaarsi nebigiyey allahayo gaarsi nebigiyey allahayo nimciye gallad zaahadi weyne kuuliya nabad badan allahayo gaarsi nebigiyey allahayo gaarsi nebigiyey allahayo anigu nebiga aanu go'ayo intaa u go'culaynayaayo inaan arka goobayaayo